الميزان رمز العدالة، فما هي دلالاته في المنام؟ يحمل حلم الميزان مجموعة كبيرة من المعاني والدلالات التي تختلف بحسب حالة الرأي والظروف التي يمر فيها في حياته. فابن سيرين يفسر رؤية الميزان في المنام بأن الرأي يقوم بعمل سيء وغير محمود، ويؤكد على أن وزن الرأي لنفسه دليل على إقدامه على أمر جديد سيغير حياته بشكل كلي. وفي حال رأى الشخص نقص الوزن في الميزان، فهذا يعني مروره بمجموعة من المشاكل والصعاب. أما رؤيته ميل الميزان نحو جهة اليسار فيشير إلى تعرضه لظلم كبير، أما إن كان الميل من جهة اليمين فيدل على رفع الظلم عن الرأي. بينما تدل رؤية توازن كفتي الميزان على الحياة السعيدة التي يعيشها. وفي حال رأى الشخص الميزان في السماء فهذا دليل على وجود العدل والحق في المكان الذي يعيش فيه. وإن رأى الشخص نفسه يقيس وزنه في الميزان فهذا يرمز إلى إقباله على منافسات وتحديات جديدة في مختلف نواحي الحياة. أما رؤية الوقوف على الميزان فتعني حصول الرأي على وظيفة إدارية أو مثوله بين يدي القاضي في إحدى القضايا. ويدل الميزان في حياة الفتاة العزباء على الشريك، ورؤيته تعني دخولها في علاقة عاطفية ناجحة مع شخص يحبها كثيراً. كما يرمز الميزان في منام الفتاة العزباء إلى حياتها المهنية، فتساوي كفتيه يعني حصولها على فرصة عمل مميزة تحقق من خلالها أهدافها وأحلامها. أما في حال رأت الفتاة العزباء في منامها ميزانا من الذهب فهذا يعني اقتراب زواجها. وفي حال رأت الفتاة العزباء نفسها تقف على الميزان من أجل معرفة وزنها فهذا يشير إلى دخولها في مرحلة جديدة من حياتها تقوم خلالها بعدد كبير من المشاريع والأعمال الناجحة. أما رؤية الميزان في حلم المرأة المتزوجة فدليل على نجاحها في إدارة شؤون منزلها وزوجها وحياتها. وفي حال رأت المرأة المتزوجة نقصاً في الوزن فهذا يشير إلى تقصيرها تجاه أولادها وزوجها أو التقصير في وظيفتها وعملها. وفي حال رأت المرأة المتزوجة نفسها تقف على الميزان فهذا يشير إلى حملها بمولود يولد بصحة جيدة. هذا كله والله أعلم.